السلام عليكم طلاب الصف الثالث، كيف حالكم أعزائي الطلبة؟ في حصة التربية الإسلامية لهذا اليوم سنقوم بتكملة درسنا درس الإيمان بالكتب الإلهية، وسنقوم بحل الأسئلة. هيا نفتح الكتاب لنبدأ بحل الأسئلة. طبعا ما بدنا ننسى أن نؤمن بالكتب الإلهية جميعها التي أنزلها الله تعالى علينا، ما ننسى أسماء الكتب الإلهية وعلى من نزلت. هيا بنا، طبعا كان عندكم واجب الآن بدي نقوم بتأكيد لحل أسئلتكم. السؤال الأول، أصل بخط بين الكتاب الإلهي في العمود الأول واسم النبي الذي أنزل عليه في العمود الثاني. طبعا القرآن الكريم نزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أما الإنجيل على سيدنا عيسى، والتوراة على سيدنا موسى، إبراهيم اللي هو على صحف إبراهيم. طبعا السؤال الثاني، املأ الفراغ. طبعا هي الإجابات فيك أنت تتأكد لأنه كان عندكم واجب. السؤال الثاني، آخر الكتب الإلهية التي أنزلها الله تعالى هو القرآن الكريم، وحفظه الله من التغيير والتحريف. أحسنتم، أنزل الله تعالى الكتب الإلهية. لماذا أنزل الله تعالى الكتب الإلهية؟ لهداية الناس إلى عبادة الله طبعا، وأيضا إرشادهم إلى عمل الخير أو ما فيه خير. السؤال عندي هون، نشاط بيتي، اكتب الآية من سورة البقرة. هي آية جميلة وحلو إن احنا نحفظها ونداوم على قراءتها ليلا ونهارا. طبعا راح أعرض لكم أنا الآية وأقرأ لكم إياها. هي آية جميلة، فيكم ترددوها وتقرأوها وتحفظوها. قال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. طبعا هاي الآية بتبين لي أنه الإيمان بالله أو اللي هم أركان الإيمان، الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل، لا نفرق بين أحد من رسله. طبعا هي حل النشاط، هي آية 285 من سورة البقرة. بهيك احنا خلصنا لهذا اليوم، يعطيكم العافية، إلى اللقاء. تبعتولي إذا ما حد بعت لي الحل. موفقين يا ثالث.